Welcome to Dubai Driving Center. Welcome to Dubai Driving Center. المرحلة الرابعة هو تدريب الساحة الذكية الذي يتضمن 5 مناورات: مناورة التلة، مناورة الفرملة الطارئة، مناورة الموازي، مناورة الستين، مناورة العمودي. بمجرد التسجيل في فحص هيئة الطرق والمواصلات سوف تتوجه إلى السيارة الذكية للفحص. بمجرد دخول السيارة تعد نفسك عن طريق ضبط المقعد حتى تتمكن من الوصول إلى الدواسات وأدوات التحكم الأخرى بشكل مريح. ثم يجب عليك ضبط المرايات الخاصة بك لإظهار العرض الصحيح. يجب ضبط مرايا الأبواب حتى تتمكن من رؤية مقبض الباب الأمامي في زاوية المرآة بمقبض الباب الخلفي بالقرب من أعلى المرآة. أضبط مرآة الوسط حتى تتمكن من رؤية كل الشاشة بوضوح. بمجرد وضع حزام المقعد في مكانه لا تخلعه حتى تنتهي من الاختبار كي لا ترسب. بمجرد أن تكون مستعدا لبدء الاختبار مباشرة انتظر حتى سماع الأوامر. Examination started. Please drive to start point. بدأ الاختبار. بدأ الفحص. يرجى القيادة إلى نقطة البداية ثم قم بإعداد سيارتك. ضع الإشارة الصحيحة لإظهار أنك آمن للمتابعة ثم انتقل إلى المناورة الأولى. ابقي السيارة بطيئة للغاية. ابقى في وضع السرعة الأولى. واحد، اختبار التلة. This is the slope test. الانتقال على التلة دون التراجع. قم بالقيادة على المنحدر بين الخطين الأصفر والأبيض. هذه هي مناورة المنحدر. عندما يختفي الخط الأصفر أسفل مقدمة السيارة تطبيق تماما فرملة اليد. حدد الغيار الأول واضغط على دواسة البترول حتى تسمع سناما لطيفا من المحرك. اترك القابض ببطء حتى تجد نقطة الاحتكاك. 2، اختبار الفرملة الطارئة. This is the emergency brake test. اسرع حتى تصل إلى سرعة 10 كيلومترا في الساعة على الغيار الأول ثم قم بالتغيير إلى الغيار الثاني. لا تتجاوز سرعة 25 كيلومترا في الساعة. عندما تسمع صوت التصفير اضغط بحزم وبأسرع ما يمكن ثم ادفع القابض للأسفل. استمر في السيطرة بقوة على التحديق بكلتا يديك أثناء الضرب ثم لمدة ثانيتين بعد التوقف. حدد الغيار الأول وتأكد من أن الانتقال آمن. 3، اختبار مناورة الموازي. الحفاظ على الطريق بالغيار الأول والحفاظ على السيارة بطيئة. This is the parallel parking test. اختيار موقف السيارات الذي سوف تستخدمه. عندما تقترب سترى الخط الأيمن حول الجانب الأيمن من مستوى الشاشة مع لوحة القيادة. يجب أن تتوقف 1.5 القدم بعيدا عن خط اليد اليمنى وينبغي أن يكون عرضا كاملا لوقوف السيارات من خلال مرآة الباب الأيمن. لا تطبق فرملة اليد. عند تحديد الغيار الخلفي ستسمع صوتا. قم بتطبيق مؤشر اليد اليمنى، النقطة العمياء اليسرى، مرآة الباب الأيسر، مرآة الوسط، مرآة الباب الأيمن، النقطة العمياء اليمنى، أشهد الطريق الخلفي. بمجرد أن تكون آمنا ابدأ بالرجوع إلى الخلف. في مرآة باب يمينك سترى النقطة الأولى في الدوران. سيكون هذا هو حافة الخط الأصفر
الذي يظهر في زاوية مرآة الباب الأيمن. تحقق من النقطة العمياء اليسرى، ثم أدر المقود كاملاً إلى اليمين. تذكر، ابقى الطريق بطيئاً تماماً، سترى أن موقف السيارات قبل البدء سيظهر في مرآة الباب الأيسر. ستكون نقطة الانعطاف الثانية عندما ترى زاوية المقبض. اتجه إلى اليسار حتى تصبح العجلات مستقيمة. عندما يكون مقبض الباب الأمامي في الجزء العلوي من الخط الأبيض، لف المقود إلى اليسار كاملاً، ضمان عدم وصول الجزء السفلي للسيارة إلى خط وقوف السيارات. يجب أن تكون السيارة موازية لخطوط اليد اليسرى واليمنى. ضع فرملة اليد واضغط على الغيار المحايد. سوف تسمع يرجى الخروج من منطقة وقوف السيارات. Exit from the parking bay. حدد الغيار الأول وتطبيق المؤشر الأيسر النقطة العمياء اليمنى، مرآة الباب الأيمن، مرآة الوسط، مرآة الباب الأيسر، النقطة العمياء اليسرى. عندما تكون آمنة للتنقل، حرك السيارة للأمام ببطء واستخدم نقاط الإشارة المرجعية للخروج. أربعة، مناورة الستين. الوقوف في المنطقة بين سيارتين تسير للأمام بزاوية 60 درجة. يمكنك التحكم على هذا من خلال النظر في مرآة الباب الأيسر. ضع السيارة قليلا على يسار خط القيادة. This is the angle parking test. قم بتطبيق المؤشر الأيمن ومرآة الباب الأيسر ومرآة الوسط ومرآة الباب الأيمن، النقطة العمياء اليمنى، عندما تكون حافة الخط الأول لمنطقة وقوف السيارات بالقرب من مرآة الباب الأيمن. أدر المقود جيدا تماما. عندما يكون الخط الأصفر أسفل الجزء السفلي من مرآة الباب الأيسر، لف المقود جيدا حتى تصبح عجلات المركبات مباشرة. الحفاظ على السيارة بطيئة. في مرايا الباب سترى مقابض الباب الأمامي تمر على الخط الأبيض. عند هذه النقطة أوقف. تطبيق فرملة اليد ووضع الغيار المحايد. عند الاستماع إلى أمر الخروج من المنطقة، Exit from the parking bay. حدد الغيار العكسي. قم بتطبيق المؤشر الأيمن والتحقق من النقطة العمياء اليسرى ومرآة الباب الأيسر، مرآة الوسط ومرآة الباب الأيمن والبقعة العمياء اليمنى. مشهد الطريق الخلفي. بمجرد أن يكون آمن، ابدأ بالرجوع إلى الخلف. الحفاظ على السيارة بطيئة. عندما يكون الخط الأصفر أسفل مرآة الباب الأيسر، أدر المقود بالكامل إلى اليمين ومواصلة التحقق لضمان السلامة. لف المقود إلى اليسار والتحرك عندما يكون آمناً. 5،
اختبار مناورة العمودي. This is the garage parking test. ضع السيارة قليلا على يسار خط القيادة. يمكنك التحكم على هذا من خلال النظر في مرآة الباب الأيسر. قد لمنطقة وقوف السيارات. توقف عندما يمكنك رؤية منطقة وقوف السيارات في مرآة الباب الأيمن. اختر غيار الرجوع للخلف. سوف تسمع صوتا. قم بتطبيق مؤشر اليد اليمنى والملاحظات. النقطة العمياء اليسرى، مرآة الباب الأيسر، مرآة الوسط، مرآة الباب الأيمن، النقطة العمياء اليمنى. اشهد الطريق الخلفي. بمجرد أن تكون آمنا تحرك ببطء شديد. النقطة الأولى من الالتفاف هي الحافة البعيدة لمنطقة الوقوف المرصودة في زاوية الجانب الأيمن من نافذة الركاب الحقيقية. تحقق من النقطة العمياء اليسرى. أدر المقود جيدا إلى اليمين. تذكر أن تبقي السيارة بطيئة. أكد موقفك من خلال النظر في مرايا الأبواب. بمجرد أن ترى السيارة في المنطقة وتقريبا بشكل مستقيم، تحرك ببطء إلى اليسار حتى تصبح العجلات مستقيمة. استمر في الانعكاس حتى ترى أن يد الباب الأمامي سوف تمر على الجزء العلوي من الخط الأصفر. سترى أيضاً الخطوط الصفراء أسفل مرايا الأبواب. عند هذه النقطة توقف. تطبيق فرملة اليد ووضع الغيار المحايد. سوف تسمع. يرجى الخروج من منطقة وقوف السيارات. Exit from the parking bay. وتطبيق مؤشر اليد اليمنى. حدد الغيار الأول. النقطة العمياء اليمنى. المرآة اليمنى. مرآة الوسط. المرآة اليسرى. النقطة العمياء اليسرى. عندما تكون آمن للتنقل، انقل السيارة ببطء عندما يكون الخط الأصفر بالقرب من حافة باب السيارة. أدر المقود إلى اليمين. لإنهاء الاختبار، قم بقيادة السيارة إلى نقطة البداية، ثم قم بالقيادة في أي من أماكن إيقاف السيارات. The test has finished. مرة واحدة في منطقة الوقوف، تطبق فرملة اليد ووضع الغيار المحايد. لا تحرر حزام الأمان أو تفتح الباب حتى تسمع. Please collect test results from the waiting room. Goodbye. انتهى الاختبار. يرجى أخذ نتائج الاختبار.